من صورها؟ طب ابو بكر فين بقى صورها ولا عليه علشان نختمها؟ شوف عددهم، عددهم 400. ثم انه فكر يوما في حال نفسه وخطر على بالي فقال اني قرات انواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والان ينبغي ان اعلم اي نوعها ينفعني غدا ويؤانسني في قبري ايها لا تنفعني حتى اتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني اعوذ بك من علم لا ينفع. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ الجليل الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره تشتمل على جواب مسائل، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقة تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه والله أعلم. اقرا شويه بس، شويه كده يعني. انت شويه، هم كم صفحه؟ 60 صفحه. امشي صفحه 15 كده بس بسرعه بقى. حضرتك ترك 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 ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ايها الوالد المحب، وقال الله تعالى: بقاء بطاعته وسلك بك سبيل احبائي. ان منشور النصيحه لو زياده نحن ناخذ، ايه المشكله؟ عليه السلام: ان كان قد بلغك منه نصيحه فاي حاجه لك في نصيحتي، وان لم يبلغك. لا لا لا، مش مش خليها تكتب. ماذا حصلت؟ لو احتجنا نعمل خلاص 400. ايها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته خطم علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغله بما لا يعني. وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما قلق له لا جدير أن تقول عليه حسرته، ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خير شره فليتحجز إلى النار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، النصيحة سهل والمشكل قبولها، لأنها في مذاق المتبع الهوى مر، وإذا المناهي محبوبة في قلوبهم. وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فصل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم مجرد له سيكون نجاة. العلم المجرد، أي المجرد عن العمل، أن العلم المجرد له سيكون نجاته وقال صوفي، وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا القرى أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكل. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لن ينفع الله بعلمه. وروي عن الجنين أن الجنين رحمه الله تعالى رؤية في المنام بعد موته، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: أطاعت العبارات وفنيت تلك الإشارات، وما نفعني إلا ربعين رفيعات وقتلها في جوفه. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ بالزيادة. أهلا وسهلا. سيدة أسماء نامت. يلا يا ابني، يلا مروان. لا تكن الأعمال مفلسا ولا من الأحوال قليلا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد مثله. لو كان على رجل في برية عشرة أكياس من دية مع أسلحة أخرى، وكان رجل شجاعا وأهل حرب، حمل عليه أسد عظيم مهيب. فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجلا 100,000 وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. مثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض أخوي يكون على جبهه سك جبين كشكه، فلا يحصل البرو إلا باستعمالها. لو كلتا 2,000 رطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشرب. أيها الولد، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمع
وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى فليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقوله تعالى جزاء لما كانوا يكسبون وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأبدان فجميل الأعمال الأكثر من أن يحصى إن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد أن يستحق بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين ولو قيل أيضا يبلغ مجرد الإيمان قلنا نعم لكن متى يبلغ وكم من عصبة كهود يقطعها إلى أن يصل فأول تلك الأخرى حكومة الإيمان وأنه هل يسلب من سلب الإيمان أم لا وإذا وصل هل يكون خائنا مفلسا وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم أيها الولد ما لم تعمل لم تجد الأجر بقي أن رجلا من بني إسرائيل عمل الله تعالى 70 سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به يدخل الجنة فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده فلما رجع الملك قال الله تعالى ماذا قال عبدي قال إلهي أنت أعلم بما قال فقال الله تعالى إذ هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا قال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن قال الحسن رحمه الله تعالى طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وقال علامة الحقيقة ترك الملاحظة العمل لا ترك العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله تعالى أيها الولد كم من ليل أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك إن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحجيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك ولقد صدق من قال شعرا سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل أيها الولد إيش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به أيها الولد أي شيء حاسم لك من تحسين علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف ولتضييع العمر بخلاف ذي الجلال إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا لله أوله يقول أرضي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظر ساعة وكل يوم ينزل في قلبك يقول ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري أما أنت أصم لا تسمع أيها الولد العلم بلا عمل جنون والعمل بغير علم لا يكون واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة ولن يبعدك غدا عن نار جهنم وإذا لم تعمل اليوم ولم في ذلك اليوم الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء أيها الولد
الهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور، وإسقبل الدواب. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين الطبل ارجعي إلى ربك، تطير صعيدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والعياذ بالله إن كنت من الدواب، كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلا تأمن انتقالك من زوايا الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح وغشي عليه فسقط من يده. فلما أفاق قيل له: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون بأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أيها الولد، لو كان العلم مجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: يا فلان، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرون الأسحار ذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصوات تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى ملك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول ليل ينادي منادي من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي منادي في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشر من قبورهم. أيها الولد، روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك. ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد حتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وأزعم أني هائم ذو صرابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك، ويكون باقتداء الشرع. كما لو صمت يوم العيد وأيام تشريق تكون عاصيا، أو صليت في ثوب مرصوب، وإن كانت صورة عبادة تأثم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة. وينبغي لك أن لا تغتر بشطح وطامات الصوفية، لأن سلوك هذه الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. وعلم أن لسان المطلق والقلب المطبق والمملوء بالغفلة والشهوات علامة الشقاء. حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إلا تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلة.
تصبر بالقوي كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق. كما حكي أن عنيلا كتب إلى صاحب له أن أعرفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جواب: يا فلان إني كنت حسبتك عنينا فقط، الآن عرفت أنك عنين وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل إليها تعرف وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره، ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه فنقول: قد وجب على السالك أربعة أمور. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة، والثاني توبة نسوح لا يرجع بعدها إلى الزلة، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أمام الله تعالى. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة. حكي أن الشبيلي رحمه الله تعالى خدم 400 أستاذ وقال: قرأت 4000 حديث، ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان ابن الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل دنياك بقدر مقامك فيها، واعمل آخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل النار بقدر صبرك عليها. أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. وتأمل في حكاية أخرى، وذلك أن حاتما الأصم كان من أصحاب سقيق البخري رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبا لي لتكون لي سراجا في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي فتشمرت بمجاهدتها وممتعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله وانقادت. الفائدة الثالثة إني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده عليه، فتأملت ذلك في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى وفرقته بين مساكين ليكون ذخراني عند الله تعالى. الفائدة الرابعة إني رأيت بعض الخلق ظن أن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخر أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخر بها، وحسب بعضهم العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. فتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلهم باطل زائل. الفائدة الخامسة إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة
السادسة إني رأيت الناس يعادي بعضهم بعض لغرض وسبب، فتأملوا في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. الفائدة السابعة إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد قدره، فاشتغلت بعبادتي وقطعت مروان. الفائدة الثامنة إني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم على الدينار والدرهم، وبعضهم على المال والملك، وبعضهم على الحرفة والصناعة، وبعضهم على مخلوق مثله. فتأملت في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق وفقك الله تعالى إني قد نزلت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عملا بهذه الكتب الأربعة. قول يا ابني أيها الولد قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. فاعلم أنه ينبغي لسالك شيخ مرشد مربي ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. الله. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك، يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من غير الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بد لسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله. فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشد إلى الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة. وإني أبين لك بعض علامته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. فنقول من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بصير بتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم، وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها. فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به، ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. ومن سعادة السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا، وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما احترام ظاهر فهو أن لا يجلله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهرة، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه.
فيصفي عن لوث شيطانه. مش لوث. ماشي ماشي كمان. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى، ثم اعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة وسكون عن الخلق. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشر. ثم إنك سألتني عن العبورية، وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضاء بالقضاء والقرار وقسمة الله تعالى، وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. وسألتني عن التوكل، وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لك لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس، ولا تبالي بمذمتهم. واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة، وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. أيها الولد، والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه ثم، وكتابة بعضها حرام، اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أيها الولد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وتراه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا تسألني قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظرون. أيها الولد، بالله انتصر، ترى العجائب في كل منزل، وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر. بذل الروح كما قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لأحد من تلاميذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالترهات الصوفية. كثير. أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني ألا يكون علمك خصمك يوم القيامة. تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة، أما اللواتي تدع فأحلها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة، فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوات والمباهات وغيرها. نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك فيها أن تصير الحق ولا يضيع، جاز البحث. لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، وثانيا أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. واسمع، إني أذكر لك هاهنا فائدة، واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرض قلوبهم، والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة، يلا محمد، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. ف
فإذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا تقبل العلاج، فحذاقة الطبيب فيها أن يقول هذا لا يقبل العلاج، فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيها تضييع العمر. ثم اعلم أن مرض الجهل على 4 أنواع، أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل فأحدها من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا. والطريق ألا تشتغل بجوابه، فقد قيل كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسده. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والثاني أن تكون علته من الحماقة. وهو أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه السلام إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحمق. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا قليلا من علوم العقل والشرع، فيسأل ويعترض من حماقتي على العالم الكبير الذي أمضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لا يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير. فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي ألا يشتغل بجوابه. والثالث أن يكون مسترشدا، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه، وكان سؤاله للاستفادة، لكن بكونه بليدا لا يدرك الحقائق فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما، لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم، ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان. وهذا يقبل العلاج، فيجوز أن يشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته. والثاني مما تلع وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا ومذكرا، لأن آفاته كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس. فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام يا ابن مريم عز نفسك، فإن اتعظت فعز الناس، وإلا فاستحي من ربك. هات يا محمد. فإن تعظت فعز الناس، وإلا فاستحي من ربك. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين: الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خفة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبض ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى تذكيرا. وإعلام الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تقصير متفرضين وتبصيرهم بعيوب أنفسهم لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب، ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا، كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول الحذر الحذر
فر من السيل. وليشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات، فلا تشتهي البتة. وكذلك حال الواعظ فينبغي أن يجتنبها. والخاصة الثانية، ينبغي ألا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك ويزهر الوجه ويشق الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة، وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد. لأن الغالب على طباعهم الزيغ عن منهج الشرع، والسعي فيما لا يرضى الله تعالى به، والاشتغال بالأخلاق الردية. فألق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، ويظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا، فهو وبال على من قال ويسمع، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريقه ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يمله الشيطان. ومن كانت له اليد والقدرة، يجب عليه أن ينزله على منابر المواعظ ويمنعه عما يباشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثالث مما ترى أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك منحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم. ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. والرابع مما ترى أن لا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم، وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في زلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم فانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة. وفي محبة بقائه الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة؟ وإياك أن تخلع باستهواء شياطين أو قول بعض الناس لك، لأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية. وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وقد ذكرناه في إحياء العلوم، فاطلبه ثم. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عمل معك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب. والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى، وهو سيدك الحقيقي. والثاني، كلما علمت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. والثالث، إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن عرائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. نعم، خلاص الدعاء، توكل على الله. تعبت أيها الولد،
اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن سلطان بعد أسبوع يجيبك زائرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر سلطاني سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي، أليس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفات. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية، إلا بمقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى، وهو يوفقك حتى تحصله. والرب ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته، وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا. وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها لا أكثر من قوت يوم ونصف. أيها الولد، إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك، وينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. الله الله الله، هذه كلام أهل الله يا ابني، كلام أهل الله. شوف شيخ الغزالي يتكلم كلام من القلب لأنه ليس ماليزي. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحة، واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك، خصوصا في أعقاب صلواتك: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، آمين، والقسمة دوامها، آمين، ومن الرحمة كلها، آمين، والعافية كلها، آمين، ومن المعيش أرغدة، آمين، ومن العمر أسعدة، آمين، ومن الإحسان أتم، ومن الإنعام أعم، ومن الضرب أعذب، ومن اللطف أقرب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واسبل سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، آمين، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وعيدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا عليم يا جبار، يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا أسر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا مولانا الإمام الغزالي خير الجزاء. مولانا الإمام الغزالي كان أهل الله يقولون أن من يذكر اسمه ويدعو الله يستجيب له. هذا الكلام من المجربات، ليس قرآن وسنة، لكن أهل الله كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون إذا ذكر اسم الغزالي ودعي الله يستجيب. الغزالي صاحب أعظم كتاب، لأنه جمع بين فقه الظاهر، فقه الشافعي، وفقه القلب، وهو فقه الزهد والتصوف والأخلاق. سر عظمة كتاب إحياء علوم الدين أنه تكلم على الفقهين، تكلم عن الحقيقة وتكلم عن الشريعة. هذا الكتاب الصغير هو تمهيد لكتاب أجمل منه، بداية الهداية. أروي هذا الكتاب عن مولانا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، كما أرويه عن مولانا إبراهيم النقشبندي، كما أرويه عن مولانا صلاح التيجاني، كما أروي عن أكثر من ستة، لكن هذا السند فيه بركة ومختصر. عن مولانا رفعت فوزي عبد المطلب، عن مولانا عبد الله محمد الصديق العماري، عن مولانا
محمد دويدار الكفراوي التلاوي عن شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري عن مولانا محمد ابن محمد الأمير صاحب السبت عن مولانا الحفني شيخ الشرقاوي عن مولانا البديري عن مولانا الملا إبراهيم عن الملا محمد شريف عن الفقيه علي ابن محمد الحكمي عن مولانا الهيتمي هنا ابن حجر الهيتمي عن مولانا السيوطي عن مولانا علم الدين البلقيني عن مولانا أبي إسحاق التنوخي عن مولانا التقي سليمان بن حمزة عن مولانا عمر بن كرم عن مولانا الحافظ أبي الفرج البغدادي عن مولانا سيدنا الشيخ الغزالي محمد بن محمد الغزالي المولود في طوس 450 والمنتقل إلى رحمة الله أيضا في طوس سنة 505 وقد أجزتكم جميعا بقراءتي. قلوا قبلنا مبروك. فرق ابني كل أحد يكتب اسمه هنا وإن شاء الله تقرؤون مع طلابكم فتكتب اسمك أنت هنا مكان اسمي وتكتب اسمي فوق أروي عن هشام الكامل عن مولانا الدكتور رفعت السعيد وما إلى ذلك. خلاص هذا سند عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل هذا السند وأن يغفر لمولانا الغزالي الذي كان سببا في اجتماعنا ومن كان سببا في حضورنا إلى هذا المكان المبارك إلى يوم الدين. آمين آمين. اللهم اغفر للحاضرين والغائبين واجعلنا جميعا من أهل جنتك يا رب العالمين. اكتب لنا السعادة والسكينة يا رحمن يا رحيم. اجعل رسول الله عنا راض يا كريم. أدخل عليه في هذه الليلة المباركة السعادة والسرور بما قرأنا وما تلونا. باهبنا يا ربنا ملائكة عرشك يا أرحم الراحمين. اللهم من كانت له حاجة في صدره فقدها يا قاضي الحاجات. فاتحة.